انا اللي بعرفه انه اسبانيا مثل ما طلعت لاعبين محترفين، اسبانيا معروفه بانها بلد الاولى المصدره للزيتون. بس اذا بدك رايي، انا ما بشوف ما في اطيب من الزيتون الفلسطيني، طبعا زيتون الضفه. والله انا بصراحه جربت الزيتون الفلسطيني من امه. سؤالنا بيقول، انا بغششك مالي، ما هي اكثر الحيوانات عيشا، اكثر حيوان عمره طويل؟ الحيوان الحلوي. حلوي الواد منصور ماله ما بيجمعش. حلوي شو اسوي فارس؟ فارس أداءك متدهور. والله أنا ما مسجل في الخطوة. والله حسيت قلت يا نعسان يا ماكل كتير، أو يمكن أسئلتي سهلة لهيك عم بجاوبوا عليها. تعالوا أول مرة تكون أسئلتي سهلة. تعالوا